قال سفير مصر لدى جنوب افريقيا احمد الفاضلي ان دعوه مصر للانضمام الى عضويه مجموعه بريكس تعد بمثابه تتويج للجهد الدبلوماسي السياسي المصري، وهو تتويج كبير استمر لعده ايام. وخلال مداخله هاتفيه مع التلفزيون المصري شدد الفاضلي على ان مصر حرصت على توطيد علاقاتها الثنائيه مع الدول الاعضاء في التجمع وايضا مع التجمع ككل. دعوة مصر إلى الانضمام لعضويته ده نعتبره تتويج سياسي ودبلوماسي مصري كبير وهادئ استمر لعدة أعوام. حرصت خلاله مصر على توثيق علاقاتها ثنائيا مع الدول أعضاء التجمع وأيضا مع التجمع ككل من خلال المشاركة في الجلسات التي دعا إليها التجمع اعتبارا من عام 2017 في إطار كانت سيرة البريكس. وانضمت أيضا مصر إلى بنك التنمية الجديد عام 2021.